السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وحلقه جديده من فيفا 24 او اف سي 24. النهارده هنعمل مع بعض من الترقيات اللي نزل جديد وهنشوف الحظ فيها هيكون عامل ايه. فما تنساش اللايك الجميل بتاعك، وما تنساش ان انت تشترك وتظبط الدنيا وتفعل زرار الاشعارات وكل الحاجات الحلوه دي، ويلا بينا نشوف الحظ. ليتس جو. طب يا جماعه، وجت اللحظه المهمه، او جت التحدي، او جت التحدي اللي انا بحبه جدا، تحدي ترقيات، ترقيه بلس 170 او ايا كانت البلس اللي كان بيبقى في الترقيه. تحدي الترقيات اول ما بينزل بيغسلني من جوه، فعملت 20 ترقيه بلس 170. نشوف هيطلع لنا اي حاجه. يعني احنا مش بنحلم حاجه كبيره جدا، يعني مش بنحلم بمبابي مثلا، ولكن على الاقل نفسنا في لاعب او اتنين طاقتهم تؤهلهم ان هم يدخلوا عندنا الفرقه عادي يعني. تمام، وجات لنا دي من التحديات اللي احنا عملناها في السيزون، جات لنا دي عشان عملنا التحديات دي كلها. فنبدا على بركه الله ونقول يا رب ربنا يكرمنا. يعني بسم الله، اول واحد حارس من النصر. طب يعني احنا لو من النصر والنصر يعني ممكن تجيب لنا برده كريستيانو عادي جدا، هيمشي معايا في الفرقه. طيب عموما اول ترقيه الى حد ما كويسه، مش هنقول وحشه، ان هي مش وحشه قوي. بحسبه والله كوري سون يعني. طيب 80 برضو عنده، بسم الله. تاني ترقيه ودي التالته، ونشوف يا رب يا كريم هل يجي لنا لاعب حدث اصلا من الليله دي كلها. جوردي بالظبط، مع ان هو دلوقتي ملوش لازمه اصلا، لانه مش ده اللي انا خايف منه بقى. مش عايز حد يجي لي دوبليكيتد، عشان مش معايا ان احنا نقدر نعمل تحدي معين مثلا، مش معايا لاعبين كفايه، او مفيش حد موجود يستاهل ان هو يتعمل. رابع ترقيه او الخامسه تقريبا، انا اتلخبطت من دلوقتي. بوشكاش، اوكي. لايبزيتش، سريع المدافع ده، 83 بس مش سريع، بس غالبا معايا اصلا. لا طب الحمد لله. طيب الرابعه كانت برضو عاديه جدا، بسم الله. الخامسه هتقول ايه؟ مفيش اي ووك اوت لحد الان مفيش اي ووك اوت. جوردي تاني صح؟ لا ماشي الحمد لله، هربنا من الدوبليكيتد. اليكس مورينو، ولكن حتى الان برضو اعلى ريت 83 جالنا يعني. طيب ناخد واحده كده من قدام شويه، يمكن على لو عسى. الماني اربي، مش عارف ست ولا راجل. لا راجل ماشي، هو ده كان ار ام طول عمره يعني. انا قلت واحد او اتنين، لا واحد. طب ايه ايه كلوبالي سي دي ام، وفانا اصلا مش موجود، وفانا فرنسي صح؟ لا كامارا، اوكي. والله طاقات الناس الافارقه اللي في الدوري الفرنسي كويسه، مش عارف هم فعلا في الحقيقه كويسين ولا لا. بسم الله يا رب يا كريم كرمنا. هاي ايه، ما تعمليش معانا الصح، انت كده بتزعلينا. الواد انا عارفه، الميرون فعلا. طيب رجعنا بعد ما غيرنا اللغه، ونتمنى بقى ان هي تختلف شويه على الاقل، يعني لو مش لاعب يلعب يبقى ريت. احنا كده اصلا مش هنعرف الاست دي يعني ايه اصلا. المراكز بقى مفيش، بس ده ليبي تقريبا صح؟ لا مش ليبي غالبا. لا طيب بسم الله يا رب يا كريم. الترقيات قربت تخلص، وحتى الان الحظ زفت. ايطالي معرفش ده ايه خالص. انتر ميلان 82، دي ماركو. بسم الله يا رب يا كريم. احنا ما قلناش لاعب حدث ايه يعني، ما تصعبوش الموضوع. من بايرن يعني ممكن يكون حد كويس، مين بقى يعني؟ صني، انا معايا اصلا صني، يروح يلاقي يدوني صني مش جنابري مثلا. اوكي ماشي يا رب يا كريم. تقريبا باقي 8 غير دي يعني. ايطالي ام اس، اكيد حد تحت ريت ال 83 بالظبط. طيب بسم الله نكمل المهمه الرسميه بتاعتنا. برازيل اس، السلام عليكم. مين ده؟ مين دي مش ده. بسم الله يا رب يا كريم. فرنسي، الحمد لله ان احنا مش عاملينها انجلش، عشان لو كان فرنسي كوناتي حلو والله، لو كان فرنسي اس تي وجه حد غير مبابي كنا نتصدم، فاحنا مش هنعرف اصلا حوار مبابي ده. بسم الله يا رب يا كريم.
اسباني، تحس ان النور اللي ورا ده بيقول لك ان في كارت جامد جدا جاي لك، مع انه في الاخر 82. طب ايه يعني الفيديو كله اصلا متوقف على لاعب واحد بس عشان يكون كويس؟ احنا كده يعني حظنا هباب. 84 ومش معايا، الحمد لله، يعني اول واحد يكون ريته كويس الى حد ما. ماشي، ده تطور كبير يا جيرماندو، اهنيك عليه. مش ده نفس اللاعب اللي جالي بالظبط، وهو اصلا كان مقرر معايا. تمام، بالسلامة يا حبيبي. طيب اخر ترقيتين، بسم الله. ما فيش اي حاجة بقى نقدر نعملها. اسكتلندي، يعني لو كان طيب روبرتسون كان هيكون الى حد ما كويس. طيب اخر ترقية من العشرين ترقية، بسم الله، شكلها كده ما فيهاش حاجة. بلجيكي من ارسنال، مين بالظبط كده؟ بالظبط، مش حد جامد يعني. في دي بروين، في كورتوا، في ناس كتير يعني، بتدونا مين انتوا؟ طب نشوف باكج التوهير ده هيقول ايه. بسم الله، يمكن يقول حاجة كويسة. برازيل، ها كازيميرو. طيب كازيميرو صح؟ يعني إلى حد ما ماشي، راضي 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 ماشي. من التورير كازيميرو، مش دبل وكاوت طبعا، فراضي يعني. هو كازيميرو مش الواو، ولكن على الأقل أحسن من الهباب اللي جالنا من شوية يعني. فويلكم يا عم كازيميرو، ملوش سعر دلوقتي طبعا. معرفش أنا في 23 كان سعر الريت 89 بس، أصلا كان معدي 50 ألف. معرفش ليه في النسخة دي بقى من فيفا الأسعار نازلة كده جدا، حاجة لا يعلمها إلا الله. طيب يا جماعة، نكتفي بالقدر ده من حلقة النهاردة، حلقة سريعة، عملنا بعض الترقيات اللي قلنا نشوف حظها هيكون عامل إيه. إن شاء الله ممكن في الفترة الجاية نحاول إن إحنا ندخل معانا أكونت تاني في السكة، ونعمل لكم باكيتجات زي ما كنا بنعمل في سلسلة 23، بس لو لقيت منكم دعم، لأن الدعم الفترة دي نازل جدا جدا جدا، مش ده اللي متوقعه منكم. فلو لقيت في دعم على السلسلة دي أو على اللعبة دي أو على إن إحنا نتشجع إن إحنا نجيب نسخة تانية، إن شاء الله هعمل كده، ونحاول إن إحنا نوفر كميات من الباكيتجات أكتر لما يكون معانا نسختين من اللعبة. طب لو وصلت لنا صاحبي لسه ما شاركش في القناة، دلوقتي هننشر في القناة، فعل زرار الجرس توصلك كل جديد. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك. نشوفكوا على خير، سلام.